يزخر شهر رمضان في حضرموت بطقوس وعادات تجعل منه مختلفا عن بقية محافظات البلاد. من تلك الطقوس الختومات الرمضانية، وهي احتفالية يقيمها الأهالي احتفاء بختمهم القرآن في مساجدهم، حيث جرت العادة في حضرموت وخصوصا في المناطق الساحلية أن تحتفل الحارات والأحياء السكنية تباعا بختم قراءة المصحف الشريف في مساجدها وفق جدول زمني محدد يبدأ منذ الأسبوع الأول من الشهر الفضيل وحتى الليلة الأخيرة منه. هذه عادة قديمة من الأجداد وأجداد الأجداد تكون على مختلف مساجد المدينة. الآباء والأجداد يختمون القرآن في هذا اليوم في المساجد، وتكون الفرحة في هذه المنطقة التي فيها الختم كبيرة. من ليلة 5 يعني يوم 4 رمضان أول ليلة بدأت فيه الختومات إلى آخر ليلة وهي ليلة 29 من رمضان، إن شاء الله تكون كل الليالي هي مملوءة بختم القرآن، فنسأل الله تعالى القبول. هذه الطقوس والعادات الجميلة تجمع في ثناياها بين الروحانية ومظاهر الحياة الاجتماعية، فسكان المدينة يرون فيها مناسبة عظيمة للتقارب والتراحم بين الناس وصلة الأرحام. هذه المناسبة مناسبة عظيمة بالنسبة لحي السلام خاصة والمكلة عامة، يجوا من كل الأحياء ما شاء الله زي ما أنت شايف، ويجون يتواصلون مع الأرحام ويتزاورون، وشهر مبارك، العام طيبين إن شاء الله. أزقة الحارات والشوارع والمساحات المجاورة للمساجد تتحول في يوم الختم إلى أسواق شعبية تملأها مظاهر الاحتفال. ولا توجد معلومات دقيقة تؤرخ المكان والزمان لبدايات هذا التقليد ونشوئه، والذي أضحى واحدا من أجمل العادات الرمضانية في حضرموت. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.